كل شيء له ظروفه، كل شيء له أين بتطرحه، كل شيء له ليش بتطرحه، لأي غالية ولا الظروف الحالية مثل ما بتاخذ. يعني في حدا عم بيقول لك إنه عال أنا رايح على المرحلة الجديدة، أنا بدي مقابيل الموضوع هذا بدي ثمن سياسي كبير، بدي ياخذه على مستوى السلطة. هذا حقيقة الموضوع يعني. وهون للسذج والنكتار على المستوى السياسي بيحبوا الظواهر أو النغم، بيحبوا يسمعوا، ما بيشوفوا بعينيهم مزبوط كيف المسائل ماشية. الذهاب بهذا الاتجاه على كل حال أنا برأيي مش يعني ما رح يروحوا ليه. الأمريكان مش كرمال حدا بالداخل، لا والورقة الأساسية بيد الأمريكان. الأمريكان ما بيروحوا باتجاهه لأنه بالتلوين الإقليمي بالمنطقة مش رايين يعطوا بلبنان مواقع متقدمة أكثر لإيران ولروسيا. هني هيك بيقروها، شو بدي أنا رأيي شو، بس هني هيك بيقروها، وبالتالي هيدا عندهم غير وارد. لحتى قدر يروح عليها اتفاق الطائف، لازم نتذكر نحن كان سيمسون موجود، نبى الأمريكان نام هونيك، نام بالطائف هو وعم بيعملوا مباحثات طوال شهر باتفاق الدوحة. الأمريكان تابعوه عن كسب هني وغيرهم، بس إنه هني لأنه بيقدر يخرب اتفاق الثلاثي. طيروا الأمريكان لأنه ما كانوا قابلين، ما كانوا راضين يوم التوقيت، بيعتبروا ما كان بيمشى فيه. فإذا المسائل مثل هاي لها علاقة بعناوين كبرى، تحديدا إذا الأمريكان بيقبل أو ما بيقبل أنه ينفات عليه. وأنا برأيي لهلا بعده مش قبلين. ضيف عليها أنه كمان الفاتيكان ما أنه فات بهذا الموضوع، والفرنساوي لما فات بالتسوية اللي عم بيقول فرنجي سلام بيقول حتى أنا ما روح انزلق باتجاه الذهاب لتغيير النظام السياسي في لبنان، رغم انه ولكن هذه المقاربه سقطت، فبالتالي سقطت. يجب البحث. لا ايه بس انه ما بدك تروح على شيء ثاني. ليك نحن دائما لحتى ما نغرق اكيد نحن الفوضى عندنا كبيره جوا، والمشاكل كبيره والعناوين كبيره عم بيروح عن بالنا يلي بالمنطقه، في يقول لك عنوانين كبار بالمنطقه. احنا مش اولويه على كل حال ابدا، بس كمان مش منسيين، في فرق. يعني مش لازم نعتبر حالنا انه اذا مش اولويه مش يعني نحن رح نفرط، لا مش أولوية بس مش منسيين. وكل حال بيّن هيدا الشيء هلأ من خلال معادلة فرنجية سلام كيف طيّرها الأمريكاني، فات مباشر ديركت عليها وطيّرها. في بالمنطقة في مسائل كتير كبيرة عم بتصير مايك، ونحن إذا منازل حالنا عنا يا ريت فينا نازل حالنا عنا، بس نحن هيدا الشيء مش حقيقي ومش صحيح. انت رايح تغيرات كبيرة بالمنطقة تستوجب استقرار بلبنان لا العكس. اسمعني منيح باللي عم بقوله، التغيرات والتبدلات الكبرى في المنطقة تستوجب استقرار في لبنان. وهو ما يعني اللي عم يعتقد انه فيك تروح بجوا تعمل شغب كبير وتعمل فوضى لحصل فيه، عم يقرأ خطأ وعم بفكر خطأ. ما فيك ولا بتاكل قتل، يعني هذا الطرف بيكون قتل كبيرة. النقطة الثانية وهي معني فيها تحديدا حزب الله، الاعتقاد مثل ما كانوا يقولوا بالسابق أي رئيس جمهورية بده يجي على لبنان ما بيقدر ما يكون صحاب مع الأمريكان، بالآخر رح يكون صحابه وياهم، صح ولا لا؟ أي رئيس جمهورية مين ما أجا، إميل لحود أجا مش هيك؟ ميشيل عون كان صحاب مع الأمريكان؟ إيه بالآخر عم أخذوا ولا عملوا الترسيم البحري. ما بتقدر يعني هيدي ثوابت ما فيك تطلع منها. هلا أي كمان فيك تزيد عليها وهي مهمة كتير، إنه أي رئيس جمهورية بده يجي على لبنان كمان أي واحد لن يكون على خصومة مع حزب الله، حتى ما نقول سيكون كمان على صداقة مع حزب الله. ما بتقدر. فإذا على مستوى الدول الأمريكان، على المستوى الداخلي حزب الله، مش سمير جعجع إجا رئيس حكومة رئيس جمهورية، ما بيقدر غير ما يكون على علاقة جيدة مع حزب الله. ما فيك، ما بتقدر. وبالتالي إذا أخذت أنه لبنان يجب أن يذهب باتجاه الاستقرار أو عدم الهز فيه نتيجة التبدلات الكبيرة اللي عم تصير بالمنطقة، من قبل كان لازم يكون مضطربين، هلأ لا مختلفة. وأي رئيس جمهورية بيركب بكرة وأي سلطة ممكن تيجي بكرة رح تكون بالوقت ذاته أصحاب مع الأمريكان وأصحاب مع حزب الله. يعني فيك تنطلق من هون وبالرايح وتشوف كيف طيب تكفي بالسؤال. لأنك استخدمت هذه العبارة، فينا نتفق اثنيناتنا على أنه الاستقرار لا يعني بالضرورة حل. نحن مع كل الفوضى اللي عايشينها هلأ نحن عايشين نوع من الاستقرار، هش فبالتالي الاستقرار لا يعني بالضرورة أنه أنا رحت على سلم متكاملة من الحل. ممكن تأبيد الاستقرار الهاش لا تأبيد ولا لأنه ليه؟ لأنه أنت رايح هلأ
تعيش او تامين حد الادنى له، بس ما فيك تروح مثل ما هي هيك، لانه عوامل الانفجار كل لحظه موجوده. واحد اثنين، انت بالاخر المسكنات الاقتصاديه اللي عندك زعبره، يعني عم تزعبر وعم نتزاكى وعم بتادي، بس هذا ما هذا بلد بتكي بيفرض بتقع. انت اليوم بحزيران اخر الشهر كان مفروض الموظفين ما يقبضوا، كيف تكفي معهم لقدام؟ هاي اللي قبضوا كيف يكفوا يعيشوا فيهم؟ هيدي اللي يعني عندك عوامل كتير كبيره، ضيف على انه بقلبك بالداخل عندك موضوع النزوح السوري، عندك موضوع اللجوء الفلسطيني، عندك عم نشوف بعض الكوادر عم بيكمشون. هودي بالاخر كلهم عوامل قادرين يقبوا، وما فيك تكفي ببلد هيك مثل ما هو. ليك ضيف علي انه انت في المتغيرات الكبرى مش حكرا بس على سوريا حدك وبإيران وباليمن، رغم انه باليمن بعد مش ظابطه الامور، ومش هناك بتلاقي الامور مع ايران مشربكه.